بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته من الان والابد امين. حلوني يا ابائي. النهارده احبائي عيد الاعياد، اعظم عيد للمسيحيه هو عيد القيامه. عشان كده بنقول دايما لو كان المسيح عمل كل حاجة لينا ومات وما قامش بيعمل لناش حاجة. فأعظم حاجة عملها المسيح لينا إن هو قام من الأموات. عشان كده النهاردة اتقال تعبير جميل في كورنثوس، قال في آدم يموت الجميع. تخيلوا أحبائي، 7 مليار بيموتوا من شخص واحد، أعطاهم الموت هو آدم بسقوطه، بس في المسيح يحيا الجميع. إذا كان آدم أعطاني الموت فالمسيح أعطاني الحياة. عشان كده نعمة كبيرة جدا جدا إن احنا نعيش 50 يوم ده بمفهوم القيامة. عايز اقول لكم حاجه احبائي، ان احنا اوقات كتير جدا بعد ما نتعب روحيا، اسف يعني، نهد اللي احنا عملناه. 55 يوم عايشين حياه روحيه مقدسه، علاقه مع ربنا، صلوات ومزامير. اوعى بعد ما تفطر، اسف يعني، كل اللي عملته ده تهده. اوعى، أنا هفطر لكن مش هنسى كل عمل روحي كنت بعمله ومارسه. وأنا بخدم في إعدادي طلعنا الإسماعيلية رحلة، كان معانا أمين الخدمة أبونا أرسينيوس اللي كان بيخدم في بورسعيد، الله يقدس روحه. فقال لي حكاية أنا مش عارف أنساها. كنا قاعدين على قناة كده، فقال أنا كنت في حادثة 73، كنت في سلاح المشاة، وإحنا من أول الناس اللي عبرنا القناة. بس قالت التعليمات لينا كانت كالآتي: أنا الطيران المصري عندما يضرب خلف القناة، المشاة يغدو على قد ما يقدروا من الأرض دي من سينا، بس بشرط. ايه هو الشرط ده؟ اللي خدناه ما نسيبهوش ولو هنموت. فقال كنا بعد ما يحصل كده كان يجي الطيران الاسرائيلي يضرب علينا تاني عشان عايز يرجعنا، بس كانت التعليمات كده ليا بقى وليكم: اوعى اوعى اللي كسبته واللي أخدته يضيع منك. تقول كده: لا يمكن أفرط فيه، لا يمكن أفرط في صلواتي اللي عملتها طوال 55 يوم، ولا إنجيل اللي اتعاملت معاه وقربت منه، ولا قداسات حضرتها كتير، ولا المطانيات. ما فيش مطانيات، لكن أنا أقدر أستطيع أن أقدم حاجات حلوة لربنا. بعد ما اتسمت كان كده بسنة سنتين، جالي قداس يوم الجمعة بعد العيد. فحضرت القداس لقيت الكنيسة هو، فبقول للشماس: هو الناس فين؟ فقال لي تعبير أول مرة أسمعه في حياتي، قال لي: قفا عيد يا أبونا، قفا عيد. يعني ايه افعيد؟ مش فاهم. فخلاص بقى، ولد برضو من ولادي سافر خد مراته وعياله وراحوا قريه في عين السخنه كده 3 ايام، فقال القريه كلها مسيحيين. قلت الحمد لله،
هنقعد 3 أيام حلوين. قال لي طلعت على البلاج يا بونا ما قدرتش اقعد ساعة واحدة، ساعة أنا ومراتي وعيالي. فقال لي أنا حزين، هم دول اللي كانوا بيصلوا الجمعة العظيمة، هم دلوا 400 مرة كلاليسون، هم دول اللي عملوا كل الحاجات الحلوة دي. بعدها بيومين بالظبط يبقى هذا المنظر سكر وعري وشرب. يبقى النهاردة ربنا بيقول لحضراتكم، يقول لي أنا معاكم أرجوكم خلي بالكم اللي أنتوا كسبتوه ده، أنت بولادك على قد ما تقدر. المسيح أعطى القيامة دي لينا مش ليه، كل شيء عمل المسيح من أجلنا إحنا، تجسد من أجل أن يعطينا صورة آدم الأول، اتصلب من أجل أن يعطينا الخلاص والفداء، قام من أجل أن يعطينا هذه القيامة في حياتنا. يبقى إحنا محتاجين أن إحنا نعيش فكر القيامة ده، والكنيسة بتحتفل بعيد القيامة لمدة 50 يوم، تحتفل بيه كل يوم حد، تحتفل بيه كل يوم في الفجر كل ما يطلع النور، تحتفل بيه مع كل توبة تقدمها، عشان التوبة هي قيامة. يبقى النهاردة بيقول أنا قمت علشانكم، عشان وقتنا هنقول 3 صفات للشخص القائم، 3 صفات، في صفات كتيرة أوي بس اخترت 3 بس. أول صفة الشخص القائم شخص سماوي، المسيح فتح لي السماء ورجعني تاني للسماء، فبقى كل فكري سماوي مش أرضي. أنا عايش على الأرض، عندي التزامات أرضية، لكن عيني على السماء باستمرار. أوعوا السماء تغيب عننا. بخدم في مربع الجغرافي، كنت من مدة طويلة كنت بخدم 2 كبار في السن عندهم أكثر من 80 سنة. هم راحوا السماء، عشان كده بقول اساميهم، عم نجيب ومدام ليندا. عم نجيب ومدام ليندا دول قعدوا مع بعض اكتر من 50 سنة جواز. لما مات عم نجيب ده انا قلت اكيد مدام ليندا هتبقى تعبانه جدا، عمر مع هذا الشخص. فروحت ازورها لقيتها متعزيه قوي، قلت له انت متعزيه قوي مدام ليندا. قلت لي اصل انا شفت الملاك اللي جه اخذ روح عم نجيب. طلع احكي لي بقى. قلت لي انا صحيت الساعه 4 الصبح لقيت ملاك واقف على الشباك ما بيتحركوش من السرير الاثنين. فسالته انت جاي لي ولا جاي لعم نجيب؟ لا جاي لعم نجيب. فعرفت ان جوزها راح السماء. بنتها بتيجي الساعة 10 تشوف طلباتهم وخدمتهم، هي سيرها الاولاني وسيرها الثاني. فدخلت بنتها بتبوسها تطمن عندها، قالت لها ابوك راح السماء. قالت لها بتقولي لي كده ماما؟ قالت لها ده يا حبيبتي ابوك راح السماء. فبنت راحت تبوس ابوها لقيت جسمه متلج وعرفت انه راح السماء. شوف المنظر اللي شافته مدام ليندا ده، ملاك أعطاها عزاء حقيقي إن جوزها وصل للسماء. يبقى الإنسان القائم من الأموات مع المسيح إنسان بيفكر في السماء، زي ما نقول كده إنسان خنفاوي، جاية من خنفاوي، يعني معناها بيفكر في أبديته وخلاصه باستمرار. الإنسان القائم من الأموات مع المسيح إنسان تائب.
يهتم بتوبته باستمرار، كل ما يسقط، كل ما يضعف، كل ما يقع يقوم، بس بدون تهاون وبدون كسل. آسف، عايز أقول لكم إن إحنا عندنا ناس كتيرة جدا تعترف ولا تتوب. يعني إيه يا بونا؟ يعني باجي أقول عملت كذا بس أنا من جوايا مش عايز أبطل، مش عايز أوقف، أنا بحب الخطية دي، أنا بسعى للخطية دي. التوبة معناها إن إنسان بقى مش بيحب الخطية، بتزعجه، بتضايقه. المركز الطبي اللي احنا عندنا في الكنيسة فتح سنة 2004، طردنا بابا شرودة الله يقدس روحه ويجي يبارك هذا المركز. فجي وطلع المركز وصلنا فيه، قلنا له عايزين نقعد معك شوية، قال لهم اعملوا لي فنجان قهوة. قلت له حاضر. قعدنا معاه. ساعتها كانت الكنيسة أحبائي بتمر بمشاكل مش عايز أقول لكم قد إيه، تفتكروها وفاء قسطنطي وكاميليا شحاتة، قصص كتيرة جدا. أحد الآباء بيسأل سيدنا سؤال، بيقول لي سيدنا إيه أكثر حاجة بتزعجك؟ أنا كنت متوقع يقول لي حاجة من دي، حاجة من المشاكل دي اللي إحنا نسمعها. لقيت سيدنا بيقول لنا أكتر حاجة بتزعجني هي خطيتي، هي خطيتي. يا ده الإنسان الذي يتمتع بالقيامة، إنه بيهتم جدا بتوبته الشخصية. عندنا ولد بيعترف عندي، الولد ده إحنا كآباء عندنا مواعيد الاعترافات كلنا، بس الولد ده بيعجبني قوي، كل ما يزعل ربنا يكلمني في التليفون يقول لي عايز اشوفك 5 دقايق. بقول له انا مش فاضي النهارده. يقول طب وانت رايح؟ طب وانت راجع؟ فانسان يهتم جدا بتوبته يبقى الإنسان القائم، إنسان القيامة، إنسان سماوي، إنسان أيضا التوبة في حياته مهمة جدا. آخر نقطة هقولها، الإنسان القائم إنسان إيجابي، إيجابي يساعد كل الناس اللي حواليه ويمد ايده ويقوم الناس اللي حواليه، لانه عايش القيامه. راحوا للانبا تونس بيحكوا له حكايه، بيقولوا له في دير كان طرد راهب عشان اخطا، وهذا الراهب بعد ما قدم توبه ورجع عن خطاه راح الدير ما رديش يقبله تاني. فشوف الأمطونيس قال ايه، قال سفينة أوشكت على الغرق، بدل من أن تشيلها جعلناها تغرق. لما أشوف حد قدامي واقع أو غلبان من حاجة معينة أعمل ايه؟ أسعى أن أنا أقوم، أسعى أن أنا أقوم. ده الإنسان فعلا متمتع بهذه القيامة. اوعى توقع حد حواليك، تخليك دايما بتسعى أنك أنت باستمرار تساعده، تديله نعمة وتخدمه على قد ما تقدر. قصة برضو حكاها لنا جميلة بابا شنودة، بيقول أنا كنت بدي درس لولد من الأولاد وأنا في كلية آداب، فبيقول كنت عملت له امتحان، فكان في جنب فيه نمرة وحشة،
ساعدته وقلت له يذاكر شوية، وعملت له امتحان تاني بعد شوية، فالولد برضه ما جابش نمرة حلوة. فالولد ده علمني، فقال له على فكرة أنت مش بتذاكر كويس، أنت مستواك وحش قوي. قال له لا، أنا في الامتحان الأولاني كان عندي 10 غلطات، الامتحان اللي فات ده أنا عندي كان فيه 4 غلطات. فقال الولد ده علمني حاجة حلوة قوي، ننزل أكون إيجابي مع الشخص اللي قدامي وأقومه وشجعه وسنده حتى لو كان عنده ضعف أو تقصير. عشان كده لازم نخلي بالنا باستمرار إن احنا نكون إيجابيين مع الناس اللي حوالينا ونساعد الناس حوالينا. دايما أقول لي، قول لي أي إنسان لو بتعرف حاجة أرجوك ساعد اللي ما يعرفش، فهم اللي ما يعرفش، قل له، مد إيدك ليه، علشان تبقى عملت مع عمل حلو قوي إن أنت قومت الناس. شوف المسيح النهارده قال لي مريم الجدلية، اذهبي لإخواتي اللي بعدوا اللي خافوا اللي اتفرقوا، وروحوا قولي لهم يا أبوني في الجليل، المكان الأول اللي احنا اتقابلنا فيه، عشان نرجع تاني وتخدموا تاني وتبشروا بيا أنت. يبقى الإنسان القائم من الأموات يا حبايبي إنسان سماوي، وإنسان يتوب بقوة من قلبه، وإنسان إيجابي مع كل الناس اللي حواليه. ربنا يعطينا نعيش الأيام دي بمعانيها الحقيقية، نتمتع بها لمدة 50 يوم، نتمتع بها لحياتنا كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وأبدا.